ماما. نعم حبيبي. ممكن بس تسيبي اللي في ايدك ده؟ انا عاوزك في حاجه. واللي انت عايزني فيه ده ما يستناش لما احط الغسيل في الدولاب؟ الدولاب مش هيروح في حته، قاعد معانا ما تقلقيش، والهدوم مش هتطير يعني. بجد والله انا عايزك في حاجه مهمه. واجي قاعده. على الله بقى ما يبقاش موضوع هايف. يعني انا مسيبك الوزاره؟ في ايه يا ماما؟ ايه الاوفر ده؟ درست غسيل يعني مش حكايه. طب اخلص، ورايا حاجات كتير. طيب انا نويت اخطب. مين سعيدة الحظ بقى؟ بذمتك ده سؤال؟ هيكون مين يعني؟ وفي حد غيرها؟ فريده؟ وانا معرفش. انت كل يوم بحال وكل يوم برأي. طب ايه رأيك؟ انت بتتكلم بجد؟ اوعى تكون بتهزر. هتزعل مننا خالك ونوال. هتزعل مننا خالك ونوال؟ ايه يا ماما الاوفر ده؟ اكيد مش هعمل كده. ما انا ما بقتش فاهمه، انت بتتكلم جد امتى وبتهزر امتى؟ صدقي بالله انا غلطان، اتفتحت الموضوع معاكي كلام كبار. كنت المفروض استنيت ابنك لما يصحى. كلام رجاله بقى، مان تو مان. بقول لك ايه، اطلع بره، اطلع بره. لا دي اوضتي على فكره. بقى قلتي ايه؟ طب اقول لك على حاجه بقى. امسك، خد انت رص الغسيل في الدولاب، وانا بقى ايه هقعد افكر. إيه؟ لا 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 لا، غسيل ايه وبتاع ايه؟ لا لا لا، انا دكتور سنان قد الدنيا على فكره، ماليش في الكلام ده. اقول لك على حاجه، مش عاوز بنت اخوكي، اعتبريني ما قلتش اي حاجه من اول. انت عارف ادهم هيفرح قوي لما يعرف. تقول له انت ولا اقول له انا؟ ما احنا قلنا بقى كلام رجاله. ماشي، خد يا روح ماما، حط الغسيل في الدولاب. ماشي يلا يا حبيبي. اوكي شطوره. يا سلام، تعبت قوي. ها الموضوع ده ازاي؟ يا سلام. اشترك في باقات واتش الشهرية من 14 جنيه و99 قرش، وباقات سنوية من 149 جنيه و99 قرش.